حبيبتي شو دخل النجوم بالقصة؟ شو بيعرفك؟ كل الحق عليهم، لو بيطلع بإيدي كنت نزلتهم من السما. بس يجي محمد شو رح يعمل بس يشوف هالمنظر؟ رح يفهم إنه ما عاد واحد من هي الضيعة، ويلاقي نجمة تانية ليطلع عليها. خليه يبقى معه. حبيبتي زيليش ممكن تهدي شوي، بلكي أنا وياكي فهمنا تصرف الزلمة غلط. عن جد؟ بدك يانا نعطي المجال لأبو الجزمة الصفراء ليضحك علينا كلنا؟ خلص قلتلك بكفي، القصة انتهت، خلصنا. مجروحة كتير ماهي؟ ليش فارق مع حدا إذا جرحت يا أصلي؟ يلا يلا لا توقفي هيك، جمعيهم لشوف. يلا طيب شيليهم كله. من ايمت كان محمد هون؟ شو دخلك حسيبة؟ بدكم تفاجئونا ما هيك؟ انتو الاثنين رجعتوا لبعض واليوم المسا رح تخبروا الكل. لا مو هيك حسيبة. بتعرفي انا عن جد ما عم بفهم شي، ست امينة ما عندها سيرة غير سيرة ابنها، الكل عم يتخانقوا مع بعضهم وانتو عم تشوفوا بعضكم بالسر؟ مثل ما توقعت ما فهمتي شي يا حسيبة، ما في ضرورة. تمام؟ رح تعملي مثل ما رح قلك وبس، ما شفتي ما سمعتي ما بتعرفي. تمام؟ ما رح أعمل. عفوا بس ما فهمت. قلتلك ما رح أعمل. شو قصدك بهذا الحكي؟ شو مو عارفانة مع مين عم تحكي انتي؟ بعرف منيح مع مين، بس ما فيني اكذب على ست أمينة. أصلي؟ أهلين بالأشقر. شو وينها زيليش؟ بتلاقيها واقفة قريب من قصرك. زيليش! زيليش! لا تعيط، رح تزعج أهل الضيعة. خير شو صاير هالمرة؟ آه؟ شو عاملة؟ ولا شي، جهزت لك أغراضك وهلأ مع السلامة. عم تقلعيني مرة تانية؟ وإنت الصادق لآخر مرة. طيب أنا رح روح، بس قليلي أول شو اللي صار؟ ليش عم تتعاملي معي بهي الطريقة مشان روح وأنا عرفان؟ تكرم، رح خبرك فوراً. طلع وقعت على سيارتي بهي، خربت كل شي، بعدين رفعتني على السما. مزبوط، حسيت رجلي مو على الأرض، نزلت لي النجوم لعندي. بس انت جاي من السما وانا من داشكيران، لا انا لي مكان بالسما ولا انت بداشكيران. شبكي شو اللي قنعتي حالك فيه زيليش؟ تعرف شو بصير اذا اندمجت الارض والسما؟ شو بصير؟ القيامه بتقوم. وشو رح يصير اذا قامت القيامه؟ ما بدي يصير هالشي، عم تفهم؟ ما بدي اقول لك شو اسبابي. أصلي يلا. ألو كيفانش، أنا جاي على الشط، استناني هناك. رح أقول لك القصة كيفانش، خليني أجي بالأول. رح تطيري لي عقلي من راسي، رح يجن جناني منك. شلون رح أتأكد أنك رح تعملي اللي طلبته للست أمينة؟ إذا وصلنا لاتفاق فليش لا؟ طالما هيك الحكي فأكيد مجهزة شروطك لحتى نتفق عليها مو؟ خبريني قديش بدك؟ بدي 1,000,000. شو؟ معقول عم تطلبي 1,000,000 كاملة؟ شو مجنونة؟ ليش تفاجأتي؟ هذا الشيء مستحيل حسيبة. طيب إذا قلت لك 800,000؟ ما بتوصلي لهالرقم لو شو ما صار.
اطلبي شي معقول شبكي. طيب تمام، 500,000 والسيارة اللي ركبتيها. 100,000. 400,000 وبقضي العطلة بالفندق كل أسبوع. لك شبكي شو الحكي السخيف هاد؟ مستحيل ادفع كل هالمبلغ. ما بدفع. طيب انتي أدرى بمصلحتك، ماني مضطرة أخبي أسرارك أبدا بعد اليوم. خاطرك يا هاندا خانوم. استني استني عادي هدي. طيب شو رأيك إذا عرضت عليك شيء أهم من المصاري؟ شو هو؟ خلينا نصير رفقات. نصير رفقات؟ عن جد عم تحكي؟ صار وقت سقايه الشتلات. كل شي من شانك يا أصلي. تعرفي؟ يمكن نعمل عرسنا بالحديقة مو؟ كل شي معقول. درموش. هدول الاثنين شكلهم تعودوا علي. السلام عليكم يا عصافير الحب. وعليكم السلام، يسعد لي صباحك يا أبو الشوارب الحلوين، شو أخبارك؟ أنا منيح يا فيكو، أنت كيفك؟ كثير منيح منيح. تفضلوا ضيفكم شاي. إيه بصير. لونه مثل دم الأرنب. لا ما بصير. لا شكرا لك. تعرف شو درموش، نحن ما بدنا نتعبك، الأحسن إلك. مو أنت عندك أرض بالغابة؟ يعني قصدي هي الشغلة اللي مخبية أنت علينا. ايه. عم قول إذا بتجي لعندنا المساء ومنحكي بالتفصيل الممل عن هي الأرض اللي عندك وعن السر اللي مخبيه. ليش؟ 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 ليش عم بيسأل ليش؟ ليش؟ شو صار لك فيكو؟ اه بصراحة نحن الاثنين حبيناها كتير، وواضح إنه أنت ما عندك شيء أهم من شغلك. بعشقه. أكيد عشق. بعشق شغلي عشق. أخي فيكو. مرني أخي. أنا عم فكر بجدية. عم تصدقوني؟ أكيد مصدقينك. إيه طيب إذا ما تدخلنا بتخلينا عايشين ومندفن السر بالبير؟ طبعاً إذا ما عرضتوني بخليكم. قول والله عن جد ما عنا أي سبب يخلينا نوقف بوش أي شي بدك تعمله أنت. تعال عنا اليوم المساء وخبرنا الموضوع بالتفصيل الممل. بس بلا هالحركات المفاجئة، نحن منخاف أخي. معناها بالنهاية لازم نقول مبروك يا جماعة مو هيك؟ طبعاً عم نستناك المساء، لا تتأخر. لا 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 المساء مستحيل. ليش؟ هيك فاجأتوني، صرت مضطر جهز حالي بسرعة. تجهيز. تجهيز شو؟ بدي ألبس ثياب خاصة بهالمناسبة، ما بيمشي الحال بالثياب العادية. أكيد أكيد. لا شو هالحكي، معقول بأي ثياب؟ لسا بدي نقي الورد. عم بجهز قبر الأخ حجابي. كمان في حلاقة الدقن والشعر، تجهيز الشريط. ما فهمت ليش الشعر والدقن والشريط؟ شو اللي ما فهمتي الزلمة بيحترم الموتى، هذا كل شي مو أكتر. ما عم صدق، بدك تربطه بالشريط؟ طبعا. أكيد. وراح جيب مقصي الخاص كرمال هالمناسبة. عم بيقول مقص، ما حد فيني يتحمل غطاء قلبي. فيكو شد حيلك شوي. خبي لي حماسك لبكره اخي فيكو. يلا بشوفكم بكره. شو ما قلت لك انا بخاف من هي الحركات الحماسية. ربي قبل ما يصير شيء يلا تحركي. روحي من هون وانا رح اروح كل واحد الطريق. استنيني اصلي. جايكي بكره مثل الاسد وحالق حلاقة عريس، وبعدها رح اطلب ايدك. ما بتزبط المؤسسة بدون زليش، لأنه هي باختصار بالنسبة لداشكيران الأمر الناهية والكل بالكل، ما في ولا شيء بيصير بدون موافقتها. ليش مين هي يعني؟ لا أقول لا تزعجني بغبائك، ما بتعرف شيء وبتحكي، وبعدين هذا مو موضوعنا بالمرة. زليش عم تخبي عني شيء لهيك عم تعاملني بهالطريقة الغريبة. إذا عرفت هالشي بلاقي حل، بس شو بدها تكون مخبية؟ ما عم بفهم بنوب. ليك هلا انت لازم تفكر بأوغور مثل زليش تماما، لانه متبني افكار غريبه براسه. شو دخل هالحكي هلا؟ خليك ساكت ولا تحكيها، لا تسمعني حسك. كيفانش؟ ليك اخي اسمع مني، انت لازم تستفرد بزليش لحالك، بس مو تروح تقعد لي معه بالقريه. لازم تكونوا بعاد عن ابوها ورفيقتها ونعجاتها وعجوله وهالقصص، حتى تسمع شو عندك منيح وتحكي كل شيء بقلبها وتلاقوا حل نهائي. ايه ليك ولعلمك ممكن تعملوا منشاه حلوه سوا. طيب اللي كيف بدنا نظبط هالشغلة؟ فهمني. الموضوع سهل، رح نعمل مثل ما بيصير بالأفلام. للوهلة الأولى أخذت الموضوع بجدية. لحظة استنوا، احتمال يكون في عنده شيء، خلينا نسمع حكي. وشو المشكلة؟ أنتوا كأنه عم تتمسخروا علي كتير. يلا خلصني احكي شو عندك. رح خبرك. تعال اسمعني أخي. خبرني. هشير إذا ما كانت مثل المراية رح أذبحك. شو هاد يا نازلي؟ ناز يا زكي ناز. تمام فهمنا ست ناز، بعتذر بضل خربط باسمك، آسف.
يا بنت. شو بدك؟ بدي أعمل حفلة بكرة، بدك تجي؟ خير إن شاء الله. حفلة شو هي؟ معقول يعني ما بتعرفي؟ أبو الجزمة الصفرة اختفى. شلون يعني اختفى؟ أبو الجزمة الصفرة ترك هاي الضيعة. كيف يعني تركها؟ ليش قامت راح؟ شو هو بيضل عم بيروح؟ ليش هو إجا استقر هون حتى يروح؟ هاي طبيعته. لا أكيد ما راح، إلا إذا أنت عملت له شي. لا يا بنت، زيليش قلعته. ليك إذا كنت ورا هي القصة رح هدها الدكان كله على راسك يا سونار. حاجتك بقى، لا تهددي، اهدي. خبريني إذا رح تجي بكرة ولا لا. ما رح أجي، أنا أصلاً مو طايقتك. لعما لا تخاف يا رفيق الأشقر، فيك تعتمد علي. إن شاء الله. أنت ما دخلك أبو شوارب بشعة، توقع كل شيء مني يا ولد. أنا رح إجي من شانك. شو عم يقول هاد؟ لوين رح تجي؟ ما فهمت. على المجهول. طيب خلاص يا شباب، لا ترد عليه. ليك أنت فهمت كل شيء حكيت لك يا ما هيك؟ قلت لك إني فهمت. والله مو واضح إنه هيك، بس يلا وقفنا على اليمين بس شوي، في حدا حابب يكفي على الضيعة مشي. لا لا لا، شو عم بيخبص هاد؟ كمل كمل بطريقة. هذا الكلام الصح. طلع فيني، أنا حاطت ثقتي فيك، هلأ مصيري بين إيديك، عم تفهم شو عم قلك؟ لا تخاف، رح نلاقي حل وتكون رضيان فيه كمان. إيه لنشوف. لك كتير خليص. خير إن شاء الله. درموش شو في بهذا الوقت؟ عمي شاكر، افتح لي الباب. أي باب ولك؟ باب القلب. أي باب يعني؟ باب البيت. البيت؟ شو بده هذا هلا؟ ليش ما دقيت الباب ولا؟ قلت إذا زيليش نايمة بلا ما فيقها. طيب ولو أنا كنت نايم؟ أنت زلم كبير عادي من فيقها. بدي أقول لك شغلة مهمة كتير، فوت يلا فوت لك. يلا أنت شو يلا حاج دلال فوت لك. شو بدك تخبرني دورموش؟ ياك استنى، صدق شو هالورطة بآخر الليل؟ شو بده هاد؟ يلا عود. شو بك عود؟ بدنا نحكي بالشغل، في موضوع مهم كتير، بس بالأول خلينا نشغل شوية موسيقى لنزبط مزاجنا. موسيقى اللي تخلع رقبتك. ايه؟ ايه؟ شو رح يصير للبنت هلا؟ لك هلا رح يفيق العم شاكر وتفيق هي وتصير مصيبة. وإذا فاقت شو رح يصير؟ ليك شكلك كيف؟ شو هاد؟ إذا فاقت البنت وشافت شكلك هيك رح يغمى عليها صدقني. منين جبت هالقناع؟ هلا بين كل هالمشاكل هي ما شفت غير هالقناع يا محمد. لا أكيد مو هيك، بس عن جد بضحك. خلص بعتذر منك. بكل الأحوال خليني أكد لك إنه كل اللي بتضيع مجانين واللي بيجوا لعندهم بيصيروا مثلهم. أنا تقريبا صرت مجنون وخلصت. شت. غبي واقف واقف، انت مجنون شي؟ لك غبي اخ لا تعيط لا تعيط، حطي صوتك بسكوت رح يسمع الزلمة اللي جوا. رشيت كثير على وش البنت. شبه ما خفتي يصير لها شي؟ شو عم بتساوي محمد؟ بعتذر زليش، انت جبرتيني اعمل هيك فيكي. لك قوم خليها تتنفس، قوم هلا بتفيق بسببك. يلا مو مبين إذا كانت ميتة ولا عايشة، فعلاً ما خليت مكان ما رشيت عليها فيه، من وين جبت هالاختراع؟ خايف يأثر عليها. شو بيعرفني كيفانش اللي جابه؟ بصدق معناتها أكيد رح يصير لها شي مو منيح. خليني أقول لك شغلة بس، شو؟ إذا ضلينا واقفين هيك وعم نحكي فوق راسها، فالعم شاكر رح يأثر علينا بطريقة مرعبة وقتها. طيب شو بدك يانا نعمل؟ ما بعرف، خلينا نطلعها من هون بسرعة. لا تعيط، رح نطلعها من هون، لاقي لي طريقة. يلا فكر، دور على شي. لقيتها. شو لقيت؟ شو هاد؟ انتبه على راسها، سمعتني؟ تمام الله، وقف استنى. تعالوا كل شي جاهز. معقول لفيتها بالسجادة؟ لا تنظر علينا هلأ، شغل ايديك ورجليك وساعدنا بدل الحكي الفاضي. يلا ايه طول لي بالك، شبك ما بدك كل هالانفعال. بعدين مو ملاحظ انه ما عجبت سيرة المحروسة سيارتك؟
لا تفتح الموضوع هلا، حاجتك حكي. انت رح تخليني جن، رح تخليني جن عن جد. يلا سكوت 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 سكوت، انت مجنون مجنون. لك شو بك؟ خليتني انسى عقلي من كتر ما حكيت ولعيت. ولك شو؟ شو عملت له؟ خليته يغمى. ما عندك مخ مثل دورموش؟ عن جد هيك؟ يلا امشي نروح. احمله لشوف. ايه وانت؟ شو دخلني؟ انا خليته يغمى؟ انت هيك عملت. هذا همي هلا، شو بدنا نعمل؟ خلص خلي العم شاكر يضربه ويتركه ليفيق وبعدين بيروح مشي. لا تكون سخيف يا أبور، انتبه على الزلمة. عن جد هيك هلا انت؟ احمله لشوف. ليش بدي احمل ذنب الفريق كله انا؟ انت اللي خلقت هذا الذنب، ليش خليته يغمى عليه؟ محمد مجنون. والله مليت منك يا كيفانش الغبي. قوموا لا في كيفانش، في خلصني يلا. العملية خلصت. طيب عمي شاكر، برأيك البندق الخيار الأفضل؟ ما بتأيد الأفوكادو أبداً؟ فكر بالموضوع شوي، نحن منقطع الشجر ومنزرع الأفوكادو وما مناخد مصاري. دورموش روح، عم قلك روح يا دورموش. معقول نحكي بهذا الشي بهالوقت؟ طفي لي هالراديو، راسي رح ينفجر هلأ. بتفيق لزيليش؟ طيب خليك قاعد عمي شاكر. ومين قال لك رح قوم مشان حضرتك يا دورموش؟ طيب مثل ما بدك. طيب ليك هلا انا رح سكر هذا الباب هلا واطلع، وانت خذ قرارك مشان البندق. طيب خلص رح طفي لك الراديو، نام منيح وريح حالك، اتفقنا؟ ليك طفيت. ولك دورموش العم بده يجنني، كل ما كبر عقله عم يصغر. أبو الجزمة الصفرة، معقول أنا بحلم ولا أنت رجعت؟ لا رجعت مشانك. شوفي أنا هون، حاسة كأني كنت نايمة من ألف سنة، حتى عظامي مرتاحة من النوم. أبو الجزمة الصفرة، صباح الخير يا خانو. لك ليش نحن هون؟ معقول داشكيران كلها غرقت؟ ليش نحن بنص اللون الأزرق؟ بأول يوم شفتك فيه سألتي نفس السؤال، بتتذكري شي؟ ليش جبتني لهون؟ قلي هلأ يلا قول. الموضوع بسيط، عطوني ترقية من العبودية للقرصنة. شو؟ أنا خطفتك. شو؟ إيه؟ شو عملت؟ شو عملت؟ خطفتك. أنت خطفتني؟ إيه خطفتك. عم بتقول خطفتني؟ صدقيني أنا خاطفك. انت هلا محبوسه عندي. لا تطلعي هيك، ما فيك تروحي، تعي عدي يلا. شو هالنهار ها زيليش؟ وين اختفيتي يا بنتي؟ مرحبا عمي شاكر، يسعد لي صباحك. يسعد صباحك بنتي. أصلي بدي أسألك، زيليش مو مبينة، بتعرفي وينها؟ إيه بعرف. وينها؟ هي نزلت على المدينة عمي شاكر، كانت شحنتها منزوعة من الصبح لهيك أخدتها على التصليح. تمام. ليش واقفة مثل ناطور الدرع باب بيتنا وزيليش معنا هون؟ شو ناطور درع عمي شاكر؟ كنت مرقة بالصدفة من هون، قلت بمر بسلي. بالصدفة؟ ايه بالصدفة. دورموش بالليل وأصلي الصبح. يومك سعيد عمي شاكر. ايه وانت كمان. شوي شوي وطي صوتك.
كيف لقيتني سيد جيفانش؟ برأيك صدقني؟ أنت عن جد أقنعتي تماما لدرجة أنك خليتيني خاف منك يا أنسي أصلي، ولا أنت حياتك كلها تمثيل؟ سيد جيفانش، معقول هالحكي هاد؟ أنا على طبيعتي معك. والله برافو عليك يا زكي، بفضلك محمد وزيليش أكيد رح يتصالحوا. عم فكر شو ممكن يكونوا عم يعملوا. شو بدهم يعملوا؟ أكيد بيكونوا عم يتصالحوا. هلأ بيكونوا قعدوا هيك مع بعض وفتحوا صفحة جديدة بيضة وبلشوا يكتبوا. تخيلتي معي؟ إيه، خليني أتخيل. لحظة، خليكي عم تتخيلي. يا ترى شو عم تعملوا هالمرة يا أولاد؟ أوعك تقرب مني أكتر. زيليش لا تجني، شو عم تعملي؟ عم أحمي حالي منك. عم تحمي حالك مني زيليش؟ من كل عالك مفكرة أني رح أذيكي؟ يا مجنون، غمضت عيوني وأنا بالضيعة، فتحت عيوني بنص البحر، شو في أكتر؟ طيب معك حق، أنا غلطت، معك حق، مستعد تعاقبيني، بس بدك تعطيني جواب على سؤال واحد. ما عندي أي جواب لإلك، مفهوم؟ زيليش لا تقرب، أوعك. ما رح أقرب، خلص ما رح أقرب، بعدت عنك، بس بالمقابل بدك تقليلي ليش تغيرتي فجأة. شو صار يا زيليش؟ خبرتك، رجلي بيمشوا على الأرض بس، وعرفت لوين بنتمي. ليش هلأ؟ شو صار؟ ليش تغيرتي؟ سألتني وجاوبت، شو بدك لسه؟ هذا مو جواب. هذا هو جوابي لألك، وهلأ رجعني. ما رح تروحي على أي مكان حتى أخذ منك جواب هالسؤال، رح نضل واقفين هون. هيك يعني؟ تمام، معناها ما رح أحكي معك شي لحتى تطالعني من هون. ها، وهي قاعدة. طيب، أنت أدرى. وأنت أدرى بمصلحتك. أنا مصلحتي يكون معك بهالمكان. منيح. ترقوت تارغوت. أوه ست سيفال، خليني شوف شو جايبتي لي اليوم. يلي بيسمعك بيقول ما بعمل لك قهوة أبداً، يلا شربها بالصحة والسكر والعسل يا زوجي. بس بالأول قول رح أعمل يلي بتقوله مرتي. تعرفي أنتي شو بدك يا ست سيفال؟ يا زلمي كان رح يموت، رح يموت، لكن ما ربيتك بهي الطريقة. إذا كان عم يموت فأنا رفعت عنه الحجر، لازم أخده بالأحضان وهو مهرب ابنه مني. وإذا عم يموت بالنسبة إلي هو ما عاد موجود من لما حاول يلعب برزقي. هاد الزلمي انقذ حياتك وهاد ما نو شي قليل. شبك شو عمل؟ ما كان لازم تفكر بإنسانية وانقذ حياته؟ معقول أنت ندمان على الشيء اللي عملته؟ ما لازم أعمل أي شيء يا سيفال، ما عندي شيء أعمله وما حدا بيقدر يخليني أعمل شيء تجاهه، هذا الموضوع انتهى. معناتها عم تقول ما في حل يا سيد عاكف، ما هيك؟ طبعاً هيك. شو رح يصير؟ طيب مثل ما بدك يا سيد تورغوت، وإذا ما سمعت كلامي هاد يا سيد عاكف جاهز لحتى نتطلق، أنا بوقتها رح طلقك. شو؟ شو عاملة حبيبتي حسيبة؟ ماني عاملة شي مهم، بس كنت طالعة شوي على السوق، قلت خليني أحكي وأتسلى معك على الطريق. معك حق عن جد، هذا الصح، برافو عليكي. طيب شو الأخبار عندك؟ منيحة، أنت شو عندك؟ مع محمد اليوم، بعدين رح روح على صالون الشعر مشان ساوي شعري وغير جو. ايه غريب هي، ليش هون؟ مين اللي شو عم يعمل هون؟ أنا رح سكر هلأ، بحكي معك بعدين، ما تواخذيني بس انشغلت. مو معقول، ما عم صدق، إن شاء الله ما تكون هاي البنت النورية اللي لحقت محمد قبلي. وين بدهم يكونوا؟ لو سمحت بعد إذنك. تفضلي. شفت أصحاب هاي السيارة وين راحوا شي؟ ركبوا من شوي بالقارب. شكراً كتير لإلك. أهلا وسهلا.